هاي نحن من حيث يعني المنظور البعيد والقريب عم بتعطي يعني اسباب لاني مثلا اعداء الاسلام او اعداء الامه واعداء سوريا بالذات لاني دمروا المحافظه او كذا. نحن نتمنى ان يكون عندنا جيش واحد يحمي البلد ويحمينا نحن هون. والله انا ماني مرتاح من هالشيء اللي صار، لان اولا هالشيء اللي صار هو تمهيد لدخول النظام ممكن على ادلب، او تمهيد لتصير ادلب رقه ثانيه. روسيا ونظام بده ياخذوا راحتهم ان يضربوا بشكل عشوائي على المدينه ويدمروا البنيه التحتيه وتصير الحياه صعبه كثير كثير بالريف الشمالي.